أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل جاء نص صريح في القرآن في تحريم التشبه بالكافرين؟ لا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، هذا نص، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات، هذا نص. وفي قوله تعالى: كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، هذا فيه النهي عن التشبه بالكفار في شبهات الشهوات وشبهات العقيدة. والآيات كثيرة، الآيات كثيرة تنهى عن مشابهة الكفار. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.